خاص في الابن. اختيار الأصدقاء شيء خاص في الابن. الخيارات أوافق أرفض أحتار. اختيار الأصدقاء شيء خاص في الابن. أتفق. ليه اتفقت؟ أتوقع أنه هذا يعني مبدأ عندك أنت يا حمد، أو تشوف أنه منظورك أنت ومبدأك أنت وأخوك؟ يعني أنا أشوف أنه خاص، كل واحد بيختار صديق. يعني هذه قناعة حمد شخصية؟ أقتنع كذا من ناحية. تمام، يعني ما تبينا نثبت عليها؟ ثبت. طيب، ثبت لي على الاختيار الأول من حمد الأكلبي ووافق، وخلنا نشوف النتيجة قدامنا. أتفق ولا وافق؟ وافق اللي هي. يلا. قولي 100 نقطة تستاهل. تستاهل الطيب. تستاهل يا حمد. عقبال الباقيين إن شاء الله. طيب ننتقل لنايف الرفيد.